عائلة يمنية عبرت 3 قارات وحدود 9 دول بحثاً عن اللجوء. إعلان قضائي حوثي لمحاكمة ترامب يثير موجة من السخرية. ومن أخبارنا المنوعة، في سابقة تاريخية إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش. أهلا بكم. 3 قارات و9 دول عبرتها عائلة يمنية بحثا عن اللجوء والأمان، يتحدث عنها موقع قناة بلقيس، ويقول أيضا تعد رحلة اللجوء إلى ألمانيا للشاب عبد الكريم وعائلته نموذجا لقصص بالغة الألم والمغامرة لمئات اللاجئين اليمنيين. عبد الكريم يقول إن صديقه الذي سبقه في خوض رحلة اللجوء إلى أسبانيا كثيرا ما شجعه على الهجرة، لكن المخاوف من المجهول كانت تعصف به، خصوصا وأنه سيسلك في رحلته حدود 9 دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، كما سيقطع مئات الأميال مشيا على الأقدام في الصحاري والغابات. يضيف عبد الكريم: كثيرا ما أصابني القلق والخوف على نفسي وزوجتي وطفلي الذي لا يزال رضيعا، لكن دافع الهجرة وألم الحرب وكارثة القتل اليومي في اليمن كانت أقوى من كل ذلك. يضيف: بدأت أولى خطوات رحلة المغامرة مع عائلتي عندما قمت بالتواصل مع إحدى شبكات تهريب اللاجئين إلى أوروبا في المغرب، وطلب مني أحد أعضاء تلك الشبكة سلوك رحلة جوية من مطار القاهرة إلى موريتانيا مرورا بمطار كازابلانكا المغربي حتى أتمكن من الانتقال إلى حدود موريتانيا. وهناك استقبلنا أحد أعضاء شبكة التهريب ونقلني مع عائلتي برا بسيارة على حدود دولة مالي لمدة 2 عبر الصحاري الحارقة حتى وصلنا دولة الجزائر. ويواصل: بعد رحلة استمرت لأسبوعين سيرا على الأقدام عبر الجبال الغابات والجبال الشاهقة في الحدود الجزائرية، نقلتنا شبكة التهريب عبر الحدود إلى البوابة المغربية الرابطة بين المغرب وأسبانيا، وهناك هاجمتنا فرق حرس الحدود المغربية، وتعرض بعضنا للضرب بأعقاب البنادق بعد اكتشافهم محاولتنا التسلل إلى أسبانيا بشكل غير شرعي واحتجزونا. غير أن أحد أعضاء شبكة التهريب دفع رشاوى لبعض أفراد حرس الحدود وسمح لنا بالعبور إلى أحد مخيمات اللاجئين القريبة داخل أسبانيا، وهناك واجهتنا معاملة سيئة. يتابع عبد الكريم: استمر بنا هذا الحال لمدة 50 يوما في مخيم اللجوء الإسباني، ليتم بعد ذلك نقلنا إلى مخيم اللاجئين في العاصمة مدريد. حاولت البقاء هناك مع عائلتي بغية الحصول على بطاقة اللجوء، غير أني لم أحظى بفرصة عمل. حينها قررت الرحيل والسفر إلى ألمانيا عبر فرنسا وبلجيكا ليستقر بنا الحال في ألمانيا. يقول الكاتب منير بن وابر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه وقبل حلول شهر رمضان الاقتصاد اليمني يزداد صعوبة، ويضيف: بالنسبة لليمنيين تأتي الضغوط المتزايدة لتغطية تكاليف الشعائر الدينية والعادات الاجتماعية في وقت يهدد فيه الاقتصاد المتدهور في البلاد بقتل أشخاص أكثر من الحرب. إن تدهور الريال اليمني وندرة الوقود وارتفاع تكلفة التأمين على الشحن كلها عوامل أدت إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في أسعار السلع الأساسية، فما بالك بأسعار ملابس العيد واللحوم أو تكلفة تأثيث المنزل. هذه الضغوط الاقتصادية التي لا تطاق منتشرة في جميع أنحاء اليمن غير المنخرطة بالنزاع. أما الوضع في مناطق النزاع النشط فهو أكثر تعقيداً نظراً لعدم وجود الأمن الغذائي بالأساس. على الرغم من أن ارتفاع الأسعار يشكل مصدر قلق، إلا أن نقص الوقود وغاز الطهي إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي يشكلان مصدر قلق كبير للسكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان، بما يجعل الصوم لا يطاق. سيطرة الحوثيين على موارد الدولة زادت من التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمنيون. وفقاً لتقرير للأمم المتحدة في عام 2018، قد يكون ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني تحت سيطرة الحوثيين نتيجة تحصيلهم الدوري لعائدات الشركات ورسوم التراخيص المطبقة على الاتصالات والتبغ والسلع والخدمات الأخرى. ولكن هناك بعض التقارير المتفائلة بشأن مستقبل اليمن الاقتصادي، وهي تشير إلى أن الاقتصاد اليمني سوف ينمو لأول مرة منذ 6 سنوات في الربعين الأخيرين من العام 2019 بمعدل 2.9%.
ومع ذلك فإن هذه المكاسب المحتملة على المدى الطويل لن تفعل شيئاً لمساعدة اليمنيين على الاستعداد لشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى هذا العام، وستكون هذه المناسبات أكثر تكلفة من سابقاتها أثناء تخطيها للتحديات الاقتصادية اليومية داخل اليمن. موجة ثالثة من وباء الكوليرا تنتشر بشكل متسارع في اليمن. يقول موقع المصدر أونلاين إن الكوليرا بدأت في مطلع العام الجاري وتسببت حتى الآن بنحو ربع مليون إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسط مخاوف من أن تكون أسوأ موجة للوباء على مستوى العالم. وأكد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية دكتور علي الوليدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا منذ مطلع العام الحالي بلغت 249,548 حالة، نجم عنها 505 حالات وفاة حتى 23 من أبريل الجاري. وقال الوليدي إن وزارة الصحة عملت على فتح مراكز طبية لعلاج الكوليرا وتدريب الكوادر الصحية وتنسيق الجهود مع وزارة المياه والبيئة والمنظمات الداعمة لمواجهة أسباب انتشار الوباء. يضيف الموقع في غضون الشهرين الأخيرين تضاعفت وفيات الكوليرا في اليمن 4 مرات، سجلت أغلبها بين كبار السن فوق 60 عاما بنسبة 49%، ثم الأطفال دون 5 بنسبة 16%. ويعزو الأطباء أغلب حالات الوفاة إلى تأخر الإسعاف ودخول المصاب في حالة جفاف شديد بمضاعفاته الوخيمة كالفشل الكلوي. يقول موقع يمن مونيتور بأن مراكز مالية حوثية جديدة تسببت بانهيار شركات عملاقة في اليمن، فخلال سنوات الحرب منحت جماعة الحوثي رجال أعمال من أتباعها علامات تجارية وتسهيلات كبيرة، فيما تلاشت شركات عملاقة داخل السوق المحلية في البلاد. قامت الجماعة أيضا بالسيطرة على محلات الجملة والمحلات الكبيرة وأسواق العقارات والأدوية ومحل الصرافة. تجاوز الأمر إلى سرقة العلامات التجارية لصالح المراكز المالية الجديدة. رجال الأعمال قالوا إنه منذ تعيين ميليشيا الحوثي عناصرها في مفاصل وزارة الصناعة والتجارة منحت حكومة الحوثيين التراخيص والعلامات والأسماء التجارية لمن يدفع أكثر في تواطؤ ونهب لحقوق ملكية خاصة بشركات وتجار. ولفتوا إلى أن ذلك ينذر بكارثة اقتصادية تلحق بالقطاع الخاص الذي أصبح يقود العملية التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، وانهيار الشركات الخاصة التي أصبحت هدفا للابتزاز. هناك 5 حلول مستدامة لأمن الشرق الأوسط كما يقول الكاتب جيمس جي كارافانو في مقال ترجمه للعربية علاء الدين أبو زينة ونشر في موقع الغد الأردني. يقول الكاتب: تبقى منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر أهمية، فهي نقطة تقاطع النقل التجاري الجوي والبري والبحري، وهي مركز عالمي للطاقة ومحور رئيسي للشبكات المالية الدولية ومفترق طرق للهجرة البشرية، ويتركز الكثير مما هو خير وشر في العالم في منطقة الشرق الأوسط أو يمر عبرها. سوف يزداد الازدهار والأمن الأمريكيان عندما يكون هذا الجزء من العالم أكثر استقراراً وسلاماً وازدهاراً. يدفع خطاب ترامب البعض إلى التشتت، لكن القيادة الاستراتيجية تنطوي على ما هو أكثر مما يقال أو يغرد على تويتر، ومع ذلك فإن السياسة الأمريكية هناك بالكاد ثقيلة اليد. يتمثل مكمن القلق اللذين يحركان الاستراتيجية الأقليمية للولايات المتحدة في أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والخطر الذي تشكله المجموعات الإسلامية المتشددة العابرة للحدود مثل داعش والقاعدة. انسحبت الولايات المتحدة من خطط العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى في اتجاه تحدي نفوذ طهران الضار والخبيث عبر المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت الولايات المتحدة على الضغط على وكلاء إيران مثل الثوار الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق. يجب على الولايات المتحدة أن تواصل حملتها للضغط على طهران ومعاقبتها وتقليص نفوذها وسيطرتها على وكلائها في الخارج، وسوف تكون الشركات الإقليمية لمكافحة الإرهاب ضرورية، كما يجب على الولايات المتحدة أن تثابر على تعزيز حقوق الإنسان والحرية الاقتصادية.
موجة من السخرية انطلقت بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كما ورد في صحيفة العرب الجديد بعد إعلان ميليشيا الحوثيين بدء محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسيين وعسكريين غربيين وعرب إلى جانب مسؤولين يمنيين. صحيفة الثورة الحكومية التي يديرها الحوثيون في صنعاء نشرت إعلانا قضائيا دعت فيه المتهمين للحضور إلى مقر المحكمة في محافظة الحديدة، وأمهلتهم شهر وإلا فستحاكمهم كفارين من العدالة. وبحسب وسائل إعلام يديرها الحوثيون، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة بدأت بعقد أولى جلسات المحاكمة متهمة ترامب وباقي الأشخاص بالاشتراك في اتفاق جنائي واستهداف موكب الصماد وقتله. عمر الحياني قال: ترامب تحت رحمة المحاكم اليمنية في قضية قتل الصماد، وتجميد أمواله في البنوك اليمنية قيد النظر لدى المحكمة. وقال توفيق الشرعبي ساخرا: في ثاني جلسة محاكمة حوثية له في قضية مصرع الصماد، أنباء عن تجميد أموال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المودعة في البنوك اليمنية، يعيش العدل. أما حمزة العبادي فغرد على حسابه في تويتر: الأخوة الحوثيين، مش ترامب تحاكموه بدون حبس وإحنا تحبسونا بدون محاكمة، إيش المجاملات هذه لأمريكا؟ نحن والسياسة بالمعنى الحديث، عنوان لمقال الكاتب سمير الزبن نشر في صحيفة العرب الجديد، جاء فيه: يحدد ماكس فيبر في مقاله المهم والقصير: السياسة موهبة، ثلاث صفات على السياسي أن يتحلى بها، وهي تتناقض على طول الخط مع صورة السياسي في العالم العربي كما سادت في العقود الأربعة المنصرمة: الشغف والشعور بالمسؤولية والتقدير. الشغف المقصود هو شغف في سبيل الموضوعية. الشغف لا يصنع رجل السياسة إلا إذا كان شغفاً بقضية، يصنع من المسؤولية تجاه هذه القضية بذاتها النجم الذي يستضاء به ويهتدى في كل عمل، بمعنى أن السياسي يعيش من أجل القضية لا يعيش منها. علاوة على ذلك، لابد أن تتوفر في السياسي خصلة نفسية حاسمة أخرى هي التقدير، بمعنى الانفصال العاطفي، ويعني القدرة على جعل الوقائع تؤثر فينا ونحن هادئون مالكون أنفسنا، يترفع عن الأشياء والأشخاص. وحسب فيبر، تخرج السياسة من الرأس لا من أي جزء آخر من أجزاء الجسم الإنساني أو الروح الإنسانية. الغرور هو العدو اللدود للسياسي، لذلك ينبغي عليه أن يقهره كل يوم وكل ساعة، لأن هذا العدو الدنيء يتربص بالسياسي طوال الوقت. يقول فيبر إن ميدان السياسة يعرف نوعين من الخطايا المهلكة: الأولى هي اللاموضوعية التي كثيراً وليس دائماً ما تتطابق مع الخطيئة الثانية وهي اللامسؤولية. الغرور وهو الحاجة إلى الظهور في المقدمة كلما أمكن يعرض السياسي لغواية ارتكاب واحدة من الخطيئتين أو ارتكابهما معاً، وبقدر ما يهتم المهرج السياسي بالتأثير الذي عليه أن يحدثه يعرض نفسه لهذا السبب إلى خطر دائم، هو خطر التحول إلى ممثل. ببساطة، السياسة كما يراها فيبر ثقب بطيء لألواح صلبة بمثقاب الشغف والتقدير. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كما أوردت وكالة فرانس بريس إفشال انتفاضة عسكرية نفذتها ضده مجموعة صغيرة من العسكر المؤيدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، متوعدا المتورطين بملاحقات جزائية. وفي خطاب بث عبر التلفزيون والراديو واستمر قرابة الساعة، هنأ مادورو القوات المسلحة على إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية حسب قوله. وأضاف في الخطاب الذي ألقاه من القصر الرئاسي في كاراكاس وقد أحاط به وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وعدد من القادة العسكريين، أن ما جرى لن يظل دون عقاب، لقد عينت 3 مدعين عامين هم بصدد استجواب كل الأشخاص الضالعين. وقال الرئيس الفنزويلي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن مادورو كانت لديه طائرة جاهزة لنقله إلى كوبا ولكن الروس منعوه من مغادرة البلاد. سيد بومبيو أرجوك هذه مزحة حقا. وأتى خطاب مادورو بعد ساعات من تصريح أدلى به بومبيو لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، وقال فيه إن طائرة مادورو كانت على المدرج وكان جاهزا للمغادرة هذا الصباح بحسب ما علمنا، لكن الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء.
أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو بحسب صحيفة الإندبندنت عربية تنازله عن العرش لينهي ولاية استمرت 3 عقود سعى في خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب. وأكيهيتو 85 عاما هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب من دون سلطة سياسية. وتنازله عن العرش هو الأول منذ 200 عام. أكيهيتو أعلن تنازله عن العرش في مراسم جرت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، حيث يصاحب التنازل عن العرش مراسم قصيرة وبسيطة نسبيا في قاعة الصنوبر العريقة في القصر الإمبراطوري، وتحضر المراسم حوالي 300 شخصية ويبثها التلفزيون على الهواء. ولي العهد ناروهيتو سينصب إمبراطورا في مراسم منفصلة، ومن المرجح مواصلته لدراسته في جامعة أوكسفورد، كما سيعطي هو وزوجته ماساكو التي درست في جامعة هارفارد للإمبراطورية اليابانية مسحة عالمية. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف لأحداث سياسية واجتماعية متنوعة من مختلف أنحاء العالم. إلى الصور. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسام الكاريكاتير. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.